هنا ايضا كبابجي يعني بشوي. اخوي مصر الا يعزمني على مطاعم راقي، ولكن انا ارفض الا الشعبي. يعطيك العافية. ما شاء الله. إذا نحن الآن في هذا المكان. يعطيك العافية معلم. إحنا مراسلين لأوروبا وبنشجع الجاليات اللي بتسافر من هناك لهون بهذا الأكل اللي يعني يفتح النفس، ومن أشهر المشاوي. حياك الله. كم سنة لك في هذا العمل؟ صار لي تقريبا 18 سنة. ولك ايضا محل في تركيا السوق الثاني، وهنا بس بالمساء، وهنا مساء وهناك صباح، وبتشوي انواع الدواجن وكل شيء. كل شيء ما شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. نعم نحن الان يعني في هذا المطعم الشعبي، يعني كما شاهدت ايها المشاهد الكرام. أنا لا أريد أن يعني أقول لكم أصحاب القلوب القوية، أما الضعيفة يعني ما تنظر لهي المناظر، لأنه اللي في أوروبا متعودين على هذه المطاعم الكباب اللي يعني نوعيتها بتكون تختلف، لكن هنا ما شاء الله انظروا شاهدوا هاي الأنواع المشاوي بأنواعه، أيضا كباب و يعني وايضا تونسي اللي هي الخبز باللحم ايضا. ما شاء الله ما شاء الله. إذن المشاوي وصلت. ما شاء الله يا أبو أحمد. على العشاء إذن أيها المشاهدون الكرام، بعد تناولنا هذا المأكول الجميل والذي معروف أن مدينة تولكرم هي مشهورة بالمأكولات والأطعمة التي نعم إنها أكل شعبي، وأيضا جميع أنواع المأكولات لأنها تشتهر هذه المدينة وقراها بالزراعة، وخاصة الزيتون والملوخية والبامية والفاصوليا والفلفل والباذنجان والحمضيات والبرتقال. نعم إنها طول كرم. الفيسبوك أرابديكو أوروبا. هذا تصوير المصارع حبيبي. إذن مطعم الدلعب مرة أخرى القريب من ديوان الجلاد، عائلة الجلاد القريبة على الشارع المؤدي إلى مستشفى الحكومة في تولكرم، والقريب من محافظة تولكرم. إذن مطعم الدلعب للمشويات، كونوا معنا. الغريبين بحبوا ابو الامن كثير.
المناظر في الليل، شوارع دول كريم. نحن الآن أيها المشاهدون الكرام عودة ثانية للتغطية. هذا هو شارع الصلاة، منها صالة شيرين وريم البوادي، وأيضا صالة مون لايت ضوء القمر، وصالات أخرى. هاي الباصات العراس كل يوم فرحين في كل صالة. عجبني هذا المطعم باسم جريمة أكل. تفضل. جريمة أكل، يعني اللي بده يخش يا بده يجرم في الأكل يا إما يكون مجرم. جريمة أكل فتح قبل حوالي 7 شهور في هذا الشارع الجديد. إذن أيها المشاهدون الكرام، صالة المون لايت في نفس الشارع اللي رأيتموني واقف أصور به، وهو مسجد السفاريني في هذا الشارع، والمون لايت القريبة من هذا المسجد. وسنشاهد ماذا يحصل في هذا الشارع الرئيسي التي كان قبل 10 سنوات لا يسكنه إلا بعض البيوت والمنازل، وكلها كانت أشجار زيتون أو حمضيات. عمار يا بلد عمار. نعم هذه هي. هي المون لايت والعمار حواليها، لكن للأسف الإضاءة غير متوفرة. هاي المون لايت وهي القمر لايت. شوف الجبل هذاك اللي قبل شوي من الدور. نعم شايف طلع شوف اذا صار هنا. كانت هذه المنطقة كلها أراضي فارغة، انظروا ما شاء الله. العمار قرب مون لايت على الصالة هنا في هذه المنطقة. هذا شارع المعبر أيها المشاهدون الكرام.